السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأها صح بالفرفة. زي ما احنا عودناكم بنبدأ تصوير من عند البير. النهاردة كده أرض مميزة جدا لعشاق الأراضي اللي هي في حضن القرية زي ما بيقولوا، أو قريبة جدا من القرية، والعشاق الأراضي اللي هي خالصة من الدولة. خليكم مستمرين معانا وإن شاء الله هنصور لكم ونديكم التفاصيل الكاملة في الفيديو. لسه مستمرين معاكم، وده طبعا الغرفة بتاعة الديزل بتاعة الانفنتر، تمام. وزي ما احنا شايفين كده، وده طبعا الحارس بتاع المكان زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسه، تمام. وده المكان اهوت، ودي الارض اهيت. خليكم مستمرين معانا وهنصور لكم كل حاجة ان شاء الله، وهنوضح لكم كل حاجة وهنقول لكم التفاصيل الكاملة للمكان. زي ما احنا شايفين كده، دي من الاراضي القريبة جدا من القرية، يعني تقريبا القرية زي ما احنا شايفين كده، دي القرية هيت. زي ما احنا معاكم كده، ده مطلع الكفاح. طبعا زي ما احنا شايفين المدارس والمعاهد، كل حاجة موجودة هيت. ده بالظبط كيلو ونص من القرية، كيلو ونص من جوه القرية. خليكم مستمرين معانا. زي ما احنا شايفين معاكم كده، ده طبعا البير المكان، ودي طبعا الارض بسم الله ما شاء الله مخضره برسيم حجاز اهي. طبعا كلنا عارفين اللي كل الشغل في الفرافره حاليا على البرسيم الحجازي زي ما احنا شايفين، هم دول 20 فدان مزروع منهم 10 هم ببرسيم حجازي زي ما احنا شايفين. وهنتحرك في مكان تاني برضو ان شاء الله ونصور لكم بقية الارض. لسه مستمرين معاكم، زي ما احنا شايفين كده ارض من مكان تاني بسم الله ما شاء الله. ده طبعا برسيم حجازي لسه طبعا مزروع، عارفين ان العروة الشتوية بتبدأ من شهر 9 زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طبعا نسبة الانبات في الارض ونسبة الاستواء بتاع الارض ده يدل على الارض محترمة جدا زي ما احنا شايفين، ارض كلها مواسير اهي، تمام. حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة جدا، ربنا يخضر للجميع وربنا يرزق الجميع. وزي ما احنا عودناكم المنطقة كلها هيت، كلها خير. ده الطريق الرئيسي، وده طبعا الأراضي اللي حواليها كلها اهي، حاجة الدواوير كل حاجة واضحة معانا. خليكم مستمرين معانا. لسه مستمرين معاكم، وده طبعا الجزء اللي متجهز طبعا للزرعة الشتوية زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا الارض كف واحد زي ما احنا شايفين اهوت، والمراوي والمواسير الجهة التانية اهيت. ودي طبعا الجزء ال10 فدادين اللي مزروعين برسيم زي ما احنا شايفين كده الاراضي، وده مصرف صرف رئيسي الحكومة اللي عاملاه. القرية طبعا قدامنا زي ما احنا قلنا، القرية تمام واضحة خالص، القرية معانا اهيت. يعني احنا بنقول كيلو ونص، هم والله ما يجوا كيلو ونص، بس احنا بنقول كيلو ونص يعني، تمام. زي ما احنا شايفين كده، وطبعا ده المصرف الصرف اهوت، وفي الميه طبعا زهره معانا اهيت. وده الطريق زي ما احنا شايفين، المعدات اهيت، الجرار والمكبس معديين اهمت، تمام. ده مصرف صرف اهو على الطول، والطريق الناحيه التانيه متسفل اهوت، البر التاني متسفل ما بينك وما بين الاسفلت المصرف في معديات طبعا
وديت القرية هيت طبعا زي ما احنا شايفين كده أرض متجهزة هي طبعا كان مكانها طبعا باين البرسيم طالع أهو في الأرض، لكن هي متجهزة للزرعة الشتوية. طبعا صاحبها سألناه قال إن شاء الله هزرع قمح وهزرع كمون، وزي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين كده ده البرسيم الحجازي. الله اكبر الله اكبر. طبعا ده اذان المغرب والجو ظاهر معانا اهوت زي ما احنا شايفين كده. معلش طبعا الجو بدأ يليل. ده البرسيم الحجازي اهوت، دي الارض اللي مزروعة هي البرسيم، وده البير اهوت. دول 10 فدادين جنب البير على طول، بير اعماق. ومعانا طبعا 10 فدادين التانيين متجهزين للزرع الشتوي. خليكم مستمرين معانا وان شاء الله هنصور لكم جزء تاني من الارض ونقول لكم المعلومات الكافية ان شاء الله. لسه مستمرين معاكم، لسه مستمرين معاكم. وطبعا التصوير اهوت، وزي ما احنا تعودنا معاكم بنخلي ان شاء الله المعلومات كلها في اخر الفيديو. معانا الاستاذ محمد هيقول لنا ان شاء الله المعلومات والسعر والتفاصيل كامله. اتفضل يا استاذ محمد. الارض هنا يا استاذ عماد دي ارض في منطقه اسمها منطقه الكفاح، منطقه زراعه 11 تبع قرية الكفاح مركز الفرف. الأرض زي ما حضراتكم شايفين كده وزي ما انت صورت يا أستاذ عماد، الأرض على بعد كيلو واحد من أقرب منطقة سكنية اللي هي أبو الهول وقرية الكفاح، وأعتقد إن حضرتك مبينها في الفيديو اللي هي قدامنا كده، المدارس والعماير والبيوت اللي موجودة في أو في مدخل قرية الكفاح ومدخل قرية أبو الهول على بعد كيلو واحد بالظبط. الأرض لها سكة داخلية من الطريق العام من الطريق العمومي بتاعها لحد البير، ولها سكة داخلية برضو تانية من الناحية البحرية بعد المصرف اللي بيفصل بينها وبين الأسفلت اللي هو الطريق الرئيسي بتاع زراعة 11. الأرض دي على مساحة 20 فدان من بير، مساحته كلها على بعضها كده 100 فدان. البير أعماق محفور بالبريمة، واللي بيستفسر أو اللي بيسأل دايما في المجال الزراعي عارف يعني إيه بير محفور بالبريمة. بير عمقه 750 متر يعني أعماق على مساحة 100 فدان بس، يعني المية هنا صيف وشتاء ليل ونهار تقدر تزرع أرضك، مفيش أي مشكلة خالص. البير مفيش عليه طاقة شمسية لأن الأمور مرتاحة خالص في موضوع المية، واللي حضرتك صورت البير وهو مبطل دلوقتي بسبب إن مفيش ضغط أصلا على أصحاب البير في الري أو كده، ومع ذلك يقدر إن هما شركة البير كلهم أصحاب المية فدان يركبوا طاقة. وبالمناسبة هم 40-50 فدان على البير اللي زارعين والمية متوفرة عليهم خالص. طب ايه اللي مخلي البير كله مش زارع؟ اصحاب البير يملكوا اراضي تانية في اماكن تانية كتير، واللي موجود على البير هو اللي اهتم وزرع وشغل البير. طيب بعد كده الارض دي ما عليهاش جنيه واحد للدولة، وضعها القانوني استثمار قديم ما قبل 2000 من سنة 90 او قبل 90، ما عليهاش جنيه واحد للدولة. المستثمر اللي كان أخدها سدد كل اللي عليها للدولة، ما فيش عليها جنيه. قريبة زي ما حضراتكم شايفين كده من القرية، بير أعماق، أرض خصبة، يعني الأرض دي زرعت أكتر من 4-5 زرعات بقالها 3-4 سنين زرعة، وأرض كويسة وحضراتكم شايفين الزراعة فيها. يعني إحنا وإحنا بنتجول في الأرض ما فيش شبر واحد كده 20 سنتي في الأرض بايظ أو مملح، لا الأرض كلها زرعة، الأرض كلها ما شاء الله مخضرة، فيها الزرع كله مبشر، وحاجة كويسة وحاجة تفرح وحاجة يعني تفرح النفس كده. الأرض يعني أنا مش عارف أقول لحضراتكم، الأرض كلها ما فيش فيها غلطة ما فيش فيها عيب. بالمناسبة الأرض 20 فدان، سهم واحد من عند البير لحد آخر الأرض لحد ورا كده، يمكن حضراتكم الأستاذ عماد يصور لحضراتكم كده لحد آخر الشجرة الصغيرة اللي هناك دي اللي بانت قدام حضراتنا دي.
الشجره اللي باينه قدام حضراتكم دي اخر الارض. الارض السهم ده كله 17 فدان، بقيه ال 20 فدان الجنب الثاني من الناحيه القبليه بعد خط المواسير كده، ثلاث فدادين بطول الارض متقسمين بطول الارض. الارض 20، كل 10 قبلهم فدان ونص، 20 فدان. بصراحه ما فيش فيهم غلط. ان شاء الله باذن الله هن يعني السعر. بالنسبه للسعر يا استاذ محمد، بالنسبه للسعر يا استاذ عماد، هو احنا هنا طبعا قدام ارض ما فيش فيها غلط، قريبه من القريه، فيها كل المميزات، عدد مساحه قليله على البير، المياه متوفره جدا طول السنه، ما فيش فيها اي مشكله خالص، ما فيش فيها اي عيب، ما فيش فيها اي مشاكل، غير ان الفدان ما يعني صاحب الفدان طالب، صاحب الارض طالب في الفدان 100,000، غير قابل للتفاوض، مفيش اي مشكلة. وشكرا لكم، وشكرا لك يا استاذ محمد، وتحت امر استفساركم. وكان معكم عماد نبيل في قناة ابدأها صح بالفرافر. شكرا.